بداية أود أن أوضح ما المقصود بقانون نوبك. الكلمة هي باختصار ل No Oil Producing and Exporting Cartels، وهو يعني قانون قديم كان تحت مسمى شيرمان أكت، وهذا القانون صدر في سنة 1890 من الكونغرس الأمريكي، وكان القصد منه هو كسر احتكار شركة ستاندرد أويل اللي يملكها الملياردير الأمريكي جون روكفلر. وأيضا يعني كان يهدف القانون إلى تشجيع التنافسية بين الشركات النفطية. هذا القانون يعني أدخلت عليه عدة تعديلات من حوالي 20 سنة، لكن رؤساء أمريكان سابقين يعني ما وقعوا على القانون، يعني منهم جورج بوش الابن وأوباما وترامب، واحتمال يوقع عليه الرئيس الحالي جو بايدن. المشكلة أن بعد التعديلات أصبح من الممكن استهداف أي دولة أجنبية أو وكالة تقيد إنتاج وتوزيع النفط والغاز والمنتجات البترولية، تكون غايتهم تثبيت الأسعار أو تقييد حرية تجارة النفط وتوزيعه. قانون منع الاحتكار هذا يعطي النائب العام الأمريكي حق مقاضاة الدول والشركات الوطنية ومحاسبة المسؤولين، وزراء رؤساء شركات، بغض النظر عن السيادة والحصانة، وقد تصل العقوبات إلى السجن لمدة 10 سنوات أو تحصيل غرامة مالية تصل إلى حوالي 100 مليون دولار أمريكي أو مضاعفاتها أو أضعاف قيمة الضرر أو الأرباح اللي حققتها هذه الدول أو هذه الشركات. السؤال: لماذا تلوح أمريكا اليوم بتفعيل قانون نوبك؟ الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن طالب يعني أوبك بزيادة الإنتاج بهدف خفض الأسعار واللي وصلت إلى حوالي 130 دولار قبل شهرين، طبعا مع اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية ومنع النفط الروسي من يعني البيع وحظره. يعني أمريكا حاولت أيضا معها دول أخرى يعني ضخ كميات من المخزون الاستراتيجي في الأسواق، لكن الأسعار واصلت ارتفاعها. طبعا في أمريكا هناك تخوف هذا الصيف بالذات من ارتفاع أسعار البنزين بشكل كبير، ولكن على المدى الطويل وعلى فرضية امتداد الحرب الروسية الأوكرانية هناك احتمال كبير الأسعار تواصل ارتفاعها وأكثر من المستوى الحالي، ويؤدي ذلك إلى يعني أثر على الاقتصاد الأمريكي وزيادة التضخم. وطبعا شفنا أن البنك الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة تقريبا نص نقطة. لكن من المستغرب أن نلاحظ أمريكا يعني تفرض العقوبات وتمنع النفط يعني على بعض الدول في أوبك مثل فنزويلا وإيران، وأيضا الحين تحظر النفط الروسي من ضمن اتفاق أوبك بلس. يعني كل هذه العقوبات ومنع النفط أكيد يحد ويضعف من قدرات أوبك على زيادة إنتاجه على المستوى الحالي، وطبعا هذا يأثر تأثير مباشر على الأسعار. وفي نفس الوقت نطالع أن الرئيس الأمريكي يطالب بزيادة الإنتاج يعني ويهدد بمقاضاة أوبك، يعني هذا شيء غريب يعني. والأغرب أنه يعني قبل سنتين تراجعت أسعار النفط لما وصلت إلى 9 دولارات في أبريل 2020، طبعا كان بسبب الحرب بين الأسعار بين السعودية وروسيا، وطلب وقتها الرئيس الأمريكي السابق ترامب زيادة الإنتاج لأن الشركات الأمريكية وخاصة شركات إنتاج النفط الصخري تضررت وايد وبعضها أفلس. وفعلا اتفقت أوبك بلس على خفض إنتاجها حوالي 10 مليون برميل يوميا، وتحسنت الأسعار وارتفعت الأسعار ووصلت ارتفاعها، لكن الحرب الروسية الأوكرانية زادت من وتيرة ارتفاع الأسعار، وأيضا منع النفط الروسي زاد أيضا الأسعار إلى 130 دولار خلال شهر مارس الماضي. واليوم نلقى الرئيس بايدن يطالب بزيادة الإنتاج أو بشكل غير مباشر يهدد بتنفيذ قانون نوبك.
يعني التناقض الموجود في السياسة الأمريكية. يعني خلال عامين لاحظنا رئيس يطالب بخفض الإنتاج ورئيس يطالب بزيادة الإنتاج. يعني هذا احنا نسميه تدخل في الأسواق النفطية والتأثير على الأسعار. فالشيء هذا يعني اللي تسويه أمريكا، هل هو القصد منه حماية الاقتصاد ولا هو استغلال قانون نوبك للتوظيف السياسي بما يخدم المصالح الأمريكية؟ احنا هذا نسميه ابتزاز وخط رأس أمريكية للتحكم بالأسعار وبالسياسات النفطية. ولو طبق قانون نوبك أكيد له تداعيات خطيرة، مو بس على أوبك، أيضا على الاقتصاد الأمريكي.